أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ضاربة جذورها في عمق تاريخي راسخ وحافل بالتعاون والتنسيق على أرفع المستويات وفي شتى المجالات، وتتنامى باستمرار في ظل حرص جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين على تقوية الروابط وتعزيز التعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، وذلك على هامش مشاركة وفد للسلطة التشريعية بالاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا. وأكدت معاليها أهمية تعزيز سبل التعاون البرلماني بين السلطة التشريعية ومجلس الشورى السعودي على كافة الأصعدة وتوسعة أطر التنسيق والتقارب في الرؤى والمواقف إزاء القضايا المختلفة. وأشارت معاليها إلى أن الوقوف صفا واحدا مع السعودية الشقيقة ضمن مساعيها لمحاربة التطرف والقضاء على كافة أشكال الإرهاب، مؤكدة معاليها أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، منوهة بالدور السعودي الهام والمحوري في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. ومن جانبه أشاد معالي رئيس مجلس الشورى السعودي بمواقف مملكة البحرين الداعمة للمملكة العربية السعودية ومؤازرتها وتأييدها المستمر في كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها السعودية للتصدي للأعمال الإرهابية التخريبية وتحقيق أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.